حصريا على موقع مهرجانات .com. كلامك كان في مكانه للمقالب يا مشرق قلت لي يا ما بعد عن صحبه كانت كده واخدك للشرق لكن كده كان عندي ركبني انت يا ابويا بجد حبيبني تتمنى انك تبعدني عن اي حاجه ليا تضر معلش يا بصلي وحكمه واكيد يا بصلي جربته وانت برضو كنت في سني شفت يا بل انا كده شفته عايزك بس يا ابويا تسمعني لما تحب كده ترجعني عن اي حاجة تكون الصح ياريت يا ابويا كده تصاحبني بلاش يكون كده امر عليا ياريت تاخدني وبالحلية ساعتها نفس كل وبلك حتى نفسي تكون مرضية حتى نفسي تكون مرضية حصريا على موقع مهرجانات للمقالب يا مشرب قلت لي يا ما بعد عن صحبه كانت كده واخدك للشر قلت لي يا ما بعد عن صحبه كانت كده واخدك للشر نصح كده كل اللي في سني ياريت يركز بقى يسمعني بعد رضا امك وابوك هيبقى لك بقى ايه يعني كنت عايش نفس القصه يقولوا اكبر اقول انا لسه يقولوا اكبر اقول انا لسه كل كلامهم كان في الصح ما كنتش كده على برا انا برصه كل كلامهم كان في الصح ما كنتش كده على برا انا برصه نصح كده 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 نصح كده كل اللي في سني يا ريت يركز بقى يسمعني بعد رضا امك وابوك هيبقى لك بقى ايه يعني اللي انا شفته وحصلني دلوقتي بس كلام وصلني كل كلمة ابوي قالها لي اصل بجد عليها وصلني اصل بجد عليها وصلني اصل الخبرة بجد بتفرق بعد ما كنت انا تايه بغرق قعدت كده مع نفسي في مرة لقيت كلامهم كده بيفوق اصحى وركز في الموضوع عز كان بدوات مسموع كان معانا في التوزيع اسلام ساسو بجد فظيع لما نقول بقى عالكلمات يبقى ابو ادم بقى بالذات يبقى ابو ادم بقى بالذات